حلت يوم الأمس الأحد 16 مايو 2021 ذكرى الأحداث الإرهابية 16 مايو 2003 التي أرعبت سكان مدينة الدار البيضاء وزعزعت استقرار البلاد. الأحداث التي خلفت جرحا غائرا وعميق في قلب المغاربة وخلفت صدمة لدى الجيل الذي عاصر الواقعة والأجيال القادمة. وفي نفس اليوم حل ذكرى تأسيس الأمن الوطني، حيث تم تدشين مقرات جديدة للمكتب الوطني للشرطة القضائية ومختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ونادي الفروسية المديرية العامة للأمن الوطني. وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس الأحد 16 مايو 2021 أنه في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 سنة و50 سنة. إلى هنا مشاهدينا، نلقاكم في موجز آخر، دمتم في أمان الله.